أنا زينة. جبت لكم معي أكل ومي. يسلموا إيديكي، شكراً لأنكم خبيتونا عندكم. هذا واجبنا. يسلموا زينب، شكراً. الله يعافيك. كل هالمشاكل أنتوا ما لكم علاقة فيها، يعني بس لو كنتم بكرين شوي بروحتكم. كأنه في شي عم يربطني بهالضيعة. اطلعوا لبرا، بدنا نفتش البيت. ظهر اجوا. شو عم تستنوا؟ يلا فضوا البيت. ما عندنا شي لحتى نخبيه. النسوان والولاد بالغرف فوق. فتش على كيفك. يلا بسرعة فتشوا منيح. انت ليش هيك عم تطلع؟ تحت في زريبة، دوروا فيها كمان. اوعى تنسى، اوعى. فتحوا منيح يا شباب، بسرعة. شو هاد؟ أنا مخبيهم هون، بتعرف إيه متى بيلزموا. ماشي سيك. اللي وينه؟ مين هو؟ يلا امشوا بسرعة. يلا مندور بغير بيت. مشي الحال. زينب. نعم. جدي قال لي انه دكتور طارق عندكم. مزبوط هالشي. طيب ابوكي بيسمح لي اني احكي معه؟ ليش لا، اصلا هذا البيت بيتك، فوتي لجوا. انت لوين رايحه؟ على المدرسه. شو بكي، شو جنيتي؟ شو اخذك لهونيك؟ بعدين ما بتخافي يعرفوا انك انسه؟ والله بتروحي فيها. لا اطمني، بهدول الأواعي ما رح يعرفوا إني أنسى. قولي لبابا إني رايحة على المدرسة، ما رح طول كتير. ماشي، ديري بالك على حالك. ولا يهمك. هلأ لهون ما عاد يجوا، بس يعني مثل ما بيقولوا الحذر واجب. يلا البسوا هدول الأواعي منشان يصير منظركم مثل أهل الضيعة. بركي رجعوا على الجبل. لا لسه ما رجعوا، الله يهدون. بدهم يضلوا عم يدوروا لحتى يلاقوك، بس وحياتك ما رح يقدروا. تفضل يا جماعة. دكتور هون. دكتور طارق. ديالا شوفي، مرة كبيرة بالعمر، قرايبتها لخالي سناء، مريضة كتير ووضعها سيء. شو معها؟ والله ما بعرف، حرارتها كتير مرتفعة ومو حسنانة تتحرك. شو بدنا نساوي دكتور؟ وين هي، بالمستوصف؟ لا، ببيت خالي سناء. طيب أنا رايح معك. لك شو أنت جنيت؟ كيف بدك تطلع لبرا؟ طارق حبيبي بلا ما تنمسك. بابا في إنسان حياته بخطر. والله أبوك معه حق يا حضرة الدكتور، ما رح يعرفوني بهالتياب هاي. يلا ديال امشي. يلا طارق. ايه لكن يا عمي، حق
حقك تفرح وتنبسط، أنا متأكد إنه حنان بتحبك، أنا قريت هالشي بعيونك. عم تحكي عن جد ولا عم تضحك علي؟ أنا أضحك عليك؟ يا سيدي وحياة الله إنه حنان بتحبك. ليش هي اللي حتلاقي أحسن منك؟ يعني ما شاء الله طول وعرض وابن عالم وناس وآدمي وابن حلال. والله معك حق، وأنت مو قليل، يعني صحيح إنك نحيف وقصير وبتحب تكذب كتير كمان، بس والله عندك عقل بيوزن بلد. لا تتحرك ولا شو عم تساوي انت وياه؟ لك ما ترد، شو عم تساوي هون؟ لا شبكون اخرجتوا شو طرشتوا؟ والله يا بيك نحن يعني كان زايد عنا شوية دهان لنا حالة لنتهي المدرسة على روح ابي، بس ما كنا بنعرف انه رح نضايقك. عبدو قوم، شو صار لك؟ قوم ولا عبدو عم تشتبوه علي ما هيك؟ لا والله جاوب لشوف احكي احسن ما قلت لك انت وياه. ليش عم تدهنوه؟ لانه بدنا نفتح المدرسة من جديد. بالله العظيم ليش بدك تفتح مدرسة؟ اصلا مين انت؟ أنا أنسة المدرسة الجديدة. اسمعيني منيح شو بدي لك، إذا حابة إنك تضلي عايشة وعيك تفتحي هالمدرسة، عم تفهمي؟ لازم أهل الضيعة يضلوا هيك جاهلين، لأنه إذا تعلموا فرح يصير شي مو منيح، فهمتي؟ الكل رح يموت، عم تفهمي علي ولا لا؟ كسروا. كسروا. طولوا بالكم. يلا حاجة تبكي إن شاء الله. ليكي وعد رح نرجعها مثل ما كانت وأحسن، خلاص حاجة تبكي. إيه والله مثل ما عم يقول أخي عبدو، رح نرجع المدرسة مثل ما كانت وأحسن. عم تحكي عن جد؟ إيه بنساوية. شو في ورانا؟ خلص طمني. من عمرة. شو معها؟ قريب بس قوي شوي. عطيني أوغمانتين. ما بقيان عنا غير علبتين منه. شو وضع المستوصف؟ ردوا رجعوا خربوه مرة تانية، بس اطمن أنا خبيت الأدوية. كتير منيح. علقي لي السيروم. إيه؟ تعطيه حبة من هذا الدواء كل 6 ساعات. حاضر دكتور. دكتور يعني الحجة رح تطيب؟ إن شاء الله بتطيب، أنت بس ادعي له. لا تعذب حالك يا ابني، أنا بحطها. أنت كيفك؟ منيحة الحمد لله. أحسن منيح. كيف قدرت تمشي لهون؟ مستحيل إني ضل بالمستوصف، الوضع بيخوف. ماما في صورة وقعت من جيبتك. لمين هاي الصورة؟ ما حدا. اجوا لهون، اجوا لهون، في 2 رجال جايين لهون. لا تفتحوا للباب، اذا ما فتحوا الباب بيكسروه. لا تفتحوا الباب احسن ما بيكسروه. اطلعوا من هون يلا بسرعة. انتوا شو بدكم منا؟ ليكن هدول هني
هدول اللي ما عم يرضوا يدفعوا لك الضرائب، قال شو الكذابين ما معهم مصاري. ما لي علاقة فيهم. ولا أنت وياه فاكرين حالكم رجال وما عم تسمعوا الكلمة؟ بدكم تدفعوا الضريبة يعني بدكم تدفعوها. بكل موسم بدي كيس من الغلة، وهلأ بدي حقي فوراً. بس أهل الضيعة فقرة وما معهم يأكلوا. أنا ما دخلني فيكم، بدي حصي من الغلة يعني بدي إياها. إن شاء الله بتموتوا من جوعكم. كل هالشي لأنكم ما قدرتوا تلاقوا الدكتور. كان عمنا لازم يتنفس. أنتوا السبب بهالشي، قلنا لكم سلمونا الدكتور. يلا جيبوا لي اللي بتلاقوه. يلا شو العمل مختار؟ ما سمعتوا شو حكى؟ خلصونا، سلمونا هالدكتور بقى، ساعتها كلها نرتاح. بس هالشي ما بصير يا مختار. إذا استسلمنا هالمرة طلباتهم ما عاد تخلص. لكن شو بدك أنا نساوي آه؟ شايفة شو صار لهم نحن بنقدر لهم؟ صبروا. قال إنه المدرسة ما فيها تنفتح. بكرة رح أفتحها. الشغلة مو على كيفه، وإنتوا بعتوا أولادكم كمان. لك على شو واقفين عم تتفرجوا؟ يلا ساعدوها قوموا. والله يلا يا اخوان تحركوا، هيدي عندنا ما حدا له عنا. يلا شباب يلا يلا شباب يلا. لهلا ما كان يجي، انا خايف يكون صاير معه شيء. لا تخاف مصطفى بيك، ان شاء الله ما بيقدروا يعرفوا. بس بتعرفوا يا جماعة، الدكتور ما بيشبه أهل الضيعة بالمرة، يعني أول ما يشوفه أكيد رح يعرفه. والله حكيه مزبوط، خلينا نروح ندور عليه مشان الله. طيب طيب امشي لقلك. يلا وقف وقف ولا وقف، ما بترد وقف احسن ما اوصل. ارفع ايديك لشوف، دير وشك تقل عندي عم بقلك. يلا مين انت ولا ورجيني خلقتك. اوه لا تعملها، لا تسوي شيء يا بيك، بلا ما تقول بشي ونصير بشي. عم بقول لك فرجيني وشك. مين انت ولا ليش ما عم ترد؟ حسن ابني، هاد ابني، لا تقربوا عليه مشان الله. ومين انت؟ هاد ابني، شو بدكم فيه؟ هلا هذا ابني من هي الضيعه؟ شو هالسؤال هاد؟ مين بده يكون؟ طبعا من هالضيعه. شوفوا ليش ما عم يرد؟ يعني كيف بده يرد؟ هو أخرس ما بيقدر يحكي شيء. انتوا عم تتقهوا عليه؟ ما رح نخاف حتى لو كان معكم سلاح، اتركونا بحالنا بقى العمى. يا خلاص كتي يا حرمة، فهمنا، انت امشي معي. لا تكون عرفت والله هيك ظاهر. الحمد لله راحوا، قوم لعند الدكتور. يلا مصطفى بيك قوم لعنده. لا روح انت، انا مالي قدران امشي، هاتوا انا عم استناك. الحمد لله تركوك، منيح اني لحقتك قبل ما يشوفوا وشك. انت منيح دكتور؟ خلينا نمشي بسرعه، لو لها كانوا مسكوك. يلا قوام امشي تحرك. السلام عليكم شيخنا. ما في بيناتنا حكي. مفروض ترد السلام، كلامي مزبوط؟ على راحتك، بس لازم تعرف
انه كل شيء عم نساويه هو مو بس لمصلحتنا، لمصلحتكم كمان. ليك كل اهالي الضيعة بيسمعوا كلمتك، عشان هيك بدي اياك تساعدني تقنعوني عاونونا للاقي اللي عم ندور عليه. هدول جاهلين، ما بيعرفوا انه كل شيء عم نعمله هو مشانهم، عم نجاهد مشانكم. شو انت مجنون؟ بس فهمني ضد مين عم تجاهدوا؟ ها ما بتعرف انه بعملياتك هي عم تأذينا؟ هذا الشيء اللي عم تعمله غلط. فهمني امتى بدك تحل عنا انت ورجالك؟ مدلينا منكم ومن عمايلكم. هذا كل شيء عندك؟ لا لسه، هلا بتحمل حالك انت ورجالك وبتتركوا الضيعة. لسه قاعدين عم تكسروا وتخربوا وبعدين معكم، بس لانه نحن ضعاف عم تتقاووا علينا وعم تطلبوا منا ضرائب على رزقنا؟ ما راح رد عليك لانك ما بتعرف الحقيقة، بس الا ما يجي يوم وتعرفوها ان شاء الله ما يكون فات الاوان. يلا امشوا. كأنك مريضة. لا ما فيني شيء، متغير علي الجو، على الأغلب إني أخذت برد. مو جايك نوم؟ كأنه أهل الضيعة بيناموا بكير. ما إيه بعد العشاء دغري. أبوكي حكالي لكان جايين على المدرسة ومهددينك؟ مزبوط، بس يعني ما رح خاف منهم وبدي افتحها للمدرسة. سألتك ليش ما رحت من الضيعة؟ ما كملنا الحديث. ايه كل ما انوي الروحة بيطلع لي سبب يخليني ابقى هون. موتة جميلة وقصة اخوك علي وبعدين مشكلة هالمرض، كأنه في شي عم يربطني فيكن. يعني اجيت كضيف والظروف خلتني ارجع دكتور. ديالا مساء الخير. صاير شي ديالا؟ لا، بس انا اجيت لحتى اقلك انه ساويت كل شي طلبته مني وهلا الختيارة صارت احسن بكتير. انا بفضل انك تضلي مع الليلة، وطبعا خليك عم تعطيها الدواء. ماشي، تصبحوا على خير. وانتي بخير. ايه وبعدين زيدان شو العمل؟ خلينا ننسحب. ايه ليش لا ننسحب، بس يعني والله ما حلو بحقنا، كل اهل الضيعة بيكونوا نايمين هلا. ايه خلينا ننسحب هلا، بكره محضر لهم شغله جديده وحياتك. دكتور دكتور الحمد لله طلعوا من الضيعة. عن جد؟ ايه والله. متأكد من هالشي؟ بابا بس ما تكون هاي خدعة. لا لا بنتي أنا متأكد، اليوم الصبح شافوهن الأهالي وهني رايحين باتجاه الجبل. الحمد لله يا رب. ألف مبروك. هلأ بدنا نمشي، بس بالأول لازم روح ودع خالي سناء. بابا أنا رايحة على المدرسة. ايه بنتي لا تطولي مشان ما يغلي قلبي عليكي. عن جد رح نستفد لك كتير. وأنا كمان، ديري بالك على حالك. ايه وانت كمان. الله معك. على فكرة تشرفت بمعرفتك. وأنا طارق. خير شوفي؟ اللي لشوف شو في بينك وبين سناء. ما فهمت شو قصدك. أنا شفتها وهي عم تحضنك وتقلك يا ابني اللي شو قصدها بكل هالحركات. هاي لعبة عملتها مشان تنقذ حياتي بابا. لعبة شو؟ شبك ما شفتها كيف كانت عم تبكي وطول الوقت عم تقلك يا ابني؟ المرة لما تشوفني تتذكر ابن الوحيد حسان. عرفت هلأ شو السبب؟ خير
هي. انت ليش عم تسأل؟ بابا في شي صاير؟ ايه لا ما في شي بصراحة. انا استغربت كتير وقت اللي شفتها عم تحضنك وتقول للرجال بعده عنه هذا ابني. حبيبي يلا روح لعنده وداع، عم بستناك هون. ماشي. الحمد لله يا رب ما طلع بيعرف شيء. واقف عندك عم بقول لك واقف ولا اسمعني. مين انت؟ طلع قدامك. اسمعني منيح، في عبوة بالمدرسة. عبوة شو؟ قنبلة محطوطة ورا باب المدرسة. قنبلة؟ ايه، وقت اللي بينفتح الباب بتنفجر. اصحاك تخلي حدا يفوت على المدرسة. مين انت؟ ليش عم تقلي هاد الحكي لإلي؟ زينب، زينب بكرة جاي على المدرسة؟ ايه أنسي رح اجي. وانتي كمان جاي؟ لا لأنه أبي ما بيرضى. رح خليه يبعتك. طيب وانتي؟ زينب، زينب انت منيحة؟ ما صار لي شيء. وانت طارق؟ 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 شو لهلأ من قلعوا هدول؟ شو عم يستنوا يعني؟ أخي عيب تقلو هيك، هدول ضيوف. أنو ضيوف؟ آه يعني ما شفتوا للزلمة كيف دفع الدية عن سناء؟ وهلأ علق هون وما بقى بده يروح كمان. حميد بيك. آه شفت شلون؟ هاي سمعنا. اتفضل شو بتريد؟ أنا هذا صوت انفجار. عبدو اللي شو فيه؟ شو هالصوت هاد؟ صار انفجار كبير بالمدرسة، شفته من بيتي. بالمدرسة؟ بنتي زينب، زينب دكتور شو صار لك؟ أنت زينب شوفي ليلي. دكتور أنت منيحة؟ إيه منيحة بس الدكتور مو منيح. دكتور رد علي. دكتور دكتور فجأة وقع على الأرض ما عرفت شو صار له. بس ما يكون انصاب. طيب إذا انصاب وين جرحه؟ يا ربي شو هاد؟ لازم نقيمة. وقف وعكتيمة. طيب ليش ما نقيمة؟ عشان ما يصير عنده نزيف. خلونا ناخده على المركز فورا. يلا يا شباب ساعدونا. يلا يلا ما يسرع. تبو على مهلكم لحد يقرب من الجرح. بابا بابا صار في انفجار بالمدرسة.
عم اقول لك صار في انفجار بالمدرسه. ولك ايه فهمنا حاجه صرخي بقى، سمعتوا للانفجار؟ ايه بس ما بدك تروح تشوفه. حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب. لوين رايحه؟ لوين؟ على المدرسه. عادي هون. طيب ليش؟ بدون ليش، خليكي هون. معقول ما روح يعني؟ يلا يا جماعة بسرعة، عجلوا شوي. زينب طارق، لازم طارق. بابا طارق، يا بابا طارق، يا ابني طارق، شبه شو صار له ابني؟ بنتي طارق، انا ابني طارق، ان شاء الله طارق بيك. طارق عم مصطفى، لازم ناخده على المركز بسرعة. يعني هنيك شو راح يعملوا له؟ ليش في بالضاعة دكتور يساعد ابني؟ اي في ديالة، بركي هي بتقدر تعمل شيء. يلا 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 خجيبه بسرعة، امشي مصطفى بيك. يلا بسرعة، تبك يا جماعة. سمعت الصوت كثير منيح، صار اللي بدنا اياه. شو صاير بديع؟ فجرت العبوة يا زيدان. سمعناه. والأنسي؟ الأنسي ما صار لشي، أما الدكتور إصابته كبيرة. أخذ جزاته، يلا امشوا نشوف. يلا على مهل، شوي شوي، لا توقفوا فوق راسه. يلا بعيد، رجعوا لورا. طيب طيب يلا رجعوا. يلا يلا شكرا لك شباب، يا ربي دخيلك. ان شاء الله خير. انت ممرضة، ساوي لك شي شغلة، تحركي يا بنتي. شوفوا شو مات بعد الشر، لا تقول هيك، لسه في عنده نبض. يا حرام، شو صار له؟ بعدولي، بعدولي شوي، مرقوني، بعدولي شوي. دكتور منيح حنان؟ لسه عايش؟ ما بعرف شو قلك يا خالتي. شو؟ خليكي ورا بنتي، شو صار لك؟ بترجاك اعملي شيء، ابني راح يموت. شو بدنا نعمل بكل هالعجقة؟ بابا خلي الكل يطلع لبرا. ايه الحق معك يا بنتي، يلا يا جماعة طلعوا لبرا بسرعة بسرعة. يلا يلا طلع طلع يلا. بابا خد لعم مصطفى وطلعه. طيب يا بنتي ماشي، يلا امشي يا بيك. يلا يلا عمو، يلا يا جماعة يلا، بعدونا هيك بعد إذنكم. يلا يلا يلا، اتركوا المريض لحاله. يلا تفضلوا تفضلوا اطلعوا. ديالا شو صار لك؟ انتو بتعرفوا انه انا ماني دكتورة، ما فيني اعمل له شي. شدي حيلك شوي ديالا، وإلا رح يموت الدكتور طارق. ديالا دكتور طارق بلش يصحى. خليك لا تتحرك، اهدى اهدى. شو صار؟ في حديدة كبيرة مغروزة بظهرك. ديالا قديش عم اجرح؟ ما بعرف، مو مبين قديش غميق. ديالا خليكي هادية، انت بس قلي لي شو عم تشوفي. انا مالي متأكدة، بس الجرح مو كتير غميق. طيب ماشي ديالا، طيب خلينا نساوي الجرح. يلا ديالا ديالا يلا، انا رح ساعدك. يا الله انت من عندك تعافينا هالشب. الله يعافي لك يا مصطفى بيك. الله يسلمك. طيب كيف صار هلا؟ والله ما بعرف. طول بالك يا مصطفى بيك، بعرف انه صعب عليك بس لازم تتماسك اكثر. ان شاء الله ربي يخلي لك ابنك ويعافيه يا بيك. تسلموا، شكرا كثير شكرا. شيخنا ليش هرب منا؟ يمكن لانه متضايق ومسكين، ما نعرفان شو بده يعمل. الله يعافيه.
وليش لحتى يهرب يعني؟ لأنت بدي ضل عم بهرب يعني أكيد رح تشوفني وتعرفني ورح تعرف إنه طارق هو بيكون ابنها. إذا هاتنين ما راحوا من الضيعة أبداً ما راح يصير أمان. والله معك حق يا أغا، أصلاً من وقت اللي إجا الدكتور على الضيعة والضيعة مقلوبة قلب. يخلصنا يا ينقلع من هون يا يموت، المهم إننا نخلص منه. ما فيني إيمة. ديالا ديالا اسمعيني منيح، بدي منك تسحبيها بقوة سحبة واحدة. يلا ديالا يلا. دكتور طارق يا ربي، طيب شو صار له هلا؟ يمكن غوطان، لا تخافي بسرعة عقم الجرح. يلا بسرعة. يلا ديالا هلا لازم تسكري الجرح. شو في زيدان؟ أيمن مو هون، مالي عرفان ليش تارك محل حراسته. بدي اياك تعرف منيح اني عم شك فيه. مين في هنيك؟ ولك هاد نحنا. اهلا وسهلا. ايه اهلين. شو عم بيصير؟ مو مبين شي علي. خالي سنة انت معك حق، ابو للدكتور تصرفاته غريبة وما بعرف ايش عم يهرب منا كلياتنا. روحي من وشي هلا حنان. طيب ليش صار له اكثر من ساعة واقف ورا هداك الحيط؟ انا شو بعرفني يعني؟ انت ما عندك شي تسلي فيه؟ يا ترى ليش هيك عم يعمل؟ نحن شو قلنا علاقة بالزلمة؟ عن جد عيب عليكي، روحي من وشي. امشي روح لعنده خالتي. الله يخليكي قومي تعالي. الله العظيم. الله يعافيك. طمنينا يا بيكي، كيف صار الدكتور هلا؟ طمنينا. الدكتور منيح؟ مسكين تعذب كثير، بس الحمد لله رح يطيب. الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك يا رب. حقيقة ديالا عملت كل شيء بيطلع بإيدها. برافو عليها. خلينا نشوف الدكتور يا بنتي، يلا. بس هلا هو مو صحيان. خلينا نتركه يرتاح وينام شوي. ايه مزبوط يا بنتي، وهي مثل ما سمعتوا يا جماعة، الدكتور صار أحسن وما في داعي تضلوا كلياتكم، تركوه يرتاح. مزبوط. يلا يا شباب امشوا امشوا امشوا. يلا معلش يلا معلش، خليك هون انت يا ابني وخلي معك حدا كمان، يمكن نحتاج لشي. حاضر شيخنا. وين أبو لطارق؟ ماني شايفته. ليك هنيك واقف ورا هداك الحيط. روحي بشريه. مرحبا عمو، عرفت شو صار؟ ايه يا بنتي، كنت عم بسمع وانت عم تحكي. اللي بتحب تشوفه شي؟ لا لا، بس يروحوا الكل ببقى بيجي انا وبطمن عليه. ماشي مثل ما بدك عمي. شو رشاد اخا؟ مبين ما انبسط انه الدكتور نفد. وليش لحتى انبسط يعني؟ لانه عاش هالواطي؟ اصلا جيتوا لهون كانت مصيبة للضيعة. بكرة رح تتحسن ورح ترجع ضحكتك مثل الأول. يا ريت لو ما تروح.
ريتك تضل هون. نيرمين؟ كيف تنزلي لهون وانت بهالحالة؟ امي قلقت عليكي لما تأخرتي. عدي هون. قلي لي شو اللي صار؟ عن جد الدكتور طارق كان بمكان الانفجار؟ ايه. لا تقولي يا. طيب وكيفه هلأ؟ لا تخافي، انصاب بجرح كبير بس الحمد لله هلأ صار منيح. طيب وهلأ وينه؟ لساته بالمستوصف وإن شاء الله عن قريب بيطيب وبيطلع. طيب ما عرفتوا ليش كان هو بالمدرسة؟ قالت لي زينب قبل شوي إنه الدكتور كان بده يسافر اليوم مع أبوه، بس قبل ما يروح هو وياه من الضيعة عرف إنه في عبوة ناسفة محطوطة بالمدرسة وراح لعند زينب مشان ينقذها، بس هو عم يركض انصاب الشب وهذا اللي صار. طيب وشلون عرف إنه في عبوة ناسفة هنيك؟ هذا الشيء اللي ما حدا بيعرفه، أكيد في حدا خبره، ولا شلون بده يعرف؟ افرضي هالشي مين اللي خبره؟ والله اشتقت لك. عمو مصطفى انت تعبت كتير، اذا بدك فيك تروح ترتاح بالبيت. ما بدي خلي ابني لحاله. لا تشغل بالك عمي، رح نضل هون نحن التنتين. بقى اطمن. ماشي. ليش هيك عرقان وحرارته مرتفعة؟ شو بو يا بنتي؟ يعني ممكن يكون هذا الوضع طبيعي؟ ايه طمن ما في شي يا عمو. طيب يعني بكرة الصبح بيكون صحي؟ ايه ان شاء الله. طيب تصبحوا على خير يا بنات. وانت بخير. خير ديالا؟ حرارته للدكتور طارق مرتفعة كتير. طيب ليش؟ ما بعرف، معاني نظفت له الجرح منيح بس ما بعرف شو عم يصير هلأ. جدي اجا عمي المختار. يسلموا يا ابني، خليك عنا شيخنا جاي لعندك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين وسهلين مختار. تسلم شيخي، الله يخلينا ياك. تفضل عود يا مختار. يسلمون. يا رب. خير شوفي اللي كيف صار واجينا على بالك. تعرف الانفجار اللي صار اليوم ضايقني كتير شيخي، ومشان هيك جيت لعندك. ايه أنا بعرف هذا الشي، احكي لي شوف شو بدك تقلي. هدول الإرهابيين شيخي أزوهن لأهل الضيعة وظلموهن كمان، وفوق كل هالشي فجروا المدرسة. كانت الأنسة زينب رح تموت، والدكتور لسه حالته خطرة، وبعد كل هالشي بدنا نضل قاعدين هيك عم نتفرج عليهم شيخي. مختار لا تلف وتدور بالحكي، اللي انت شو بدك؟ بدنا نصير كلياتنا ايد واحدة نرفع السلاح بوشهم، لانه ما رح ينحطوا لهم حد الا بهالطريقة. انت بتعرف هذا الحكي يا مختار لوين بيوصل؟ يعني انت بدك يانا نتصرف مثلهم؟ وليش لا؟ مثل ما هن عم يحاولوا يخوفونا ويرعبونا بالسلاح تبعهم، كمان نحن فينا نخوفهم. وهذا الشي مو بس مشاننا، مشان ديننا، اسلامنا، بسبيل رب العالمين لازم نجاهد ضدهم.